استضافوني في متحف الجامعة، تعرفت على كل إشي على الجامعة، ويعني ألفتني إنه بداية الجامعة، بداية تطورها كيف كانت وكيف صارت. بدأت في أشياء صغيرة، بدأت كخيم، تطورت لبعد هيك لصارت الجامعة الإسلامية. والله أكثر شيء لفتني في المتحف اللي هو في الجامعة الإسلامية الخيام، اللي من بداية نشأتها لحتى الآن صارت وتطورت وصارت جامعة كبيرة وعريقة. هي كيف كانت بسيطة في الأول وعانقت وصمدت لحد ما وصلت في كل مراكز العالم إنها انطباع. طبعاً زي ما شفت في جوائز عديدة إلها حاصلة على مراتب عليا.